تشهد نقاط متفرقة من الدولة وخاصة في الداخل الصحراوي موجات من الحر اللاهب في هذه الفترة من الصيف التي تسمى محليا جمرة القيض، إذ تلامس الحرارة فيها 50 درجة مئوية أو تزيد نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي. نظرة عن كثب على هذه الظاهرة المناخية في تقرير الزميل محمد العزب. لطالما كان إنسان جزيرة العرب أكثر إخوته في سالف البشرية تأقلما مع البيئة القاسية، فالأعراب عاشوا بحارة ولكن على متن سفن الصحراء تجارة وإغارة، وبينهما وجدوا متنفسا للعشق، متمثلين بعيون المها العربي، واقفين يبكون على أطلال صويحباتهم، أو ضاعنين يشقون عباب الرمال في غزلية أزلية لا تنتهي. الأرض تصبح مسرحا فسيحا لتموضع البدو الرحل، والسماء تمسي خريطة فلكية يهتدون بأجرامها. ومن ذلك أنك إلى اليوم تسمع بمصطلح جمرة القيض الذي سكه الأجداد فتوارثه الأحفاد، إيذانا بدخول أربعينية ذات بضع وغرات، أي موجات حر شديد تبلغ 50 درجة مئوية فما فوق في عز الصيف ما بين 3 يوليو و11 من أغسطس. موسم جمرة القيض تكون درجات الحرارة الهواء الطلق فيه في العمق الصحراوي تصل إلى 50 درجة مئوية مع موجات الحر، في حين الأراضي الصلبة كالحجارة والأسفل تصل درجات الحرارة فيها إلى نحو 70 درجة مئوية في وقت الظهيرة. تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء، الجوزاء هي نجوم تظهر في هذه الفترة والمعزاء هي الأرض الصلبة. انطلق فريقنا في مهمة تصوير نحو الجانب الشرقي من الربع الخالي لرصد أسخن النقاط المسجلة في الدولة، لنقطع مسافة 400 كيلومتر متجهين جنوبا من دبي إلى العين مرورا بالوغن فالقوع وصولا إلى أم زمول، وانتظرنا لحظة تعامد الشمس لدى منتصف النهار، وفي سيارة النقل تقترب الحرارة من ذروة 50 درجة مئوية إلى أن لامستها. وفي طريقنا مررنا بهذه الشاحنة التي يبدو أن إطارها قد انفجر من شدة الحر. درجات الحرارة تقاس عادة بمقاييس وفق مواصفات علمية خاصة وعلى ارتفاع ما يقارب 2 متر عن سطح الأرض كي لا تؤثر درجة حرارة الأرض عليه، ويكون في مكان مظلل وفي الهواء الطلق. ولهذا بعض الأجهزة التي تكون في السيارة أو التي لا تكون مطابقة لهذه المواصفات لا تعطي درجات حرارة تعكس الواقع. لعلك تابعت مقاطع طريفة عن قلي البيض بأشعة الشمس في الدولة أو ما جاورها من دول المنطقة، ولكن بالتجربة العملية تبين لنا أن معظمها غير دقيق، فالبيضة التي نحاول قليها هنا على الإسفلت أو على الحجارة الساخنة لا تنضج تماما، إذ يحتاج قلي بيضة إلى درجة حرارة تزيد على 70 مئوية، وقد لا تكاد تصل الأسطح الصلبة في الرمضاء إلى هذا الحد من السخونة. فقررنا ترك هذه العجة عشاء متواضعا لزوار الليل من الضبان والسحالي بعد أن يهبط الظلام. جمرة القيض تسوء القابض عليها برياح السموم اللافحة الجافة، ولكنها لا تخلو من حسنة كبيرة، إذ تقول فيها العرب أولها صباغ اللون وأوسطها طباخ التمر وآخرها جداد النخل، تعبيرا عن منازلها مع التمر قبل أن تنطفئ تلك الجمرة بطلوع نجم سهيل. على أمثال هذا الكثيب الذهبي المتحرك وتحت تلك الشمس اللاهبة منذ الأزل عاش إنسان هذه الأرض، إما ضاربا جذوره فيها كواحة عنيدة، وإما جارا قميصه عليها كقصيدة فخر سارت بها الركبان، وما زال للقصة بقية. لأخبار الإمارات
من المثلث الحدودي الإماراتي السعودي العماني في أم الزمول محمد العزب.